مساكم مشاهدينا، رحب فيكم بحلقة جديدة من غزل الهوى. واليوم مغزلنا رح يغزل بنول الماضي بصوت مشكل من الذهب. اليوم معنا جورج نمر، صوت من اللاذقية، سهران معنا ليغزل بمغزله. مرحب فيك استاذ جورج. اهلا وسهلا فيك. يسعد مساك. يسعد مساكي ومسا المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك. واسمحوا لي مشاهدينا ايضا رحب بالفنان غزوان العبدو. يسعد مساك. يسعد مساكي ومسا مشاهدينا في ارجاء سوريا الحبيبه كامله. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم بسهرتنا بحلقه جديده من غزل الهوى. يسعد مساكم. الله يسلمك يا رب. نبدا من عندك استاذ جورج، كيف حابب ترحب فينا وبالمشاهدين وبغزل الهوى؟ في اغنيه بحبها كثير من تراث اللاذقيه، بعدها من اغانيه الخاصه، يعني بحب سمعها. تفضل. حبيبي انت جنبي، بس قلبك بعيد عن قلبي. حبيبي انت جنبي، بس قلبك بعيد عن قلبي. جمالك بلوعني وصدودك بزيد حبي. جمالك بلوعني وصدودك بزيد حبي. حبيبي انت جنبي، من سنتين انا بحبك، ما بعرف شو في بقلبك. من سنتين انا بحبك، ما بعرف شو في بقلبك. اتمنى رضاك عني، اتمنى رضاك عني. شوف الهنا بيقربك. حبيبي انت جنبي، حبيبي انت جنبي، بس قلبك بعيد عن قلبي. جمالك بلوعني وصدودك بزيد حبي. وحبيبي انت جنبي، غرامي سكت زمان، ربيته على الكتمان. غرامي سكت زمان، ربيته على الكتمان. لكن اليوم اسمع قصته، لكن اليوم اسمع قصته. بيحكي لك كان يا مكان. حبيبي انت جنبي، حبيبي انت جنبي، بس قلبك بعيد عن قلبي. جمالك بلوعني وصدودك بزيد حبي. جمالك بلوعني وصدودك بزيد حبي. حبيبي انت جنبي، حبيبي انت جنبي. عليكم يسلم هالصوت استاذ جورج. الله يخليك كمان يا رب. بتشكرك على العزف الحلو، فعلا بدايه حلوه انت اخترتها مميزه من تراث اللاذقيه مثل ما ذكرت. انا بحبها كثير هالاغنيه، طبعا هي من كلمات الباحث المرحوم جبرائيل سعاده. طبعا انا بعدها من اغانيي الخاصه، يعني لان نحن متبنيين الاغنيه وبتمنى انا تكون مثبته عنا بالتلفزيون وتنزاع وتتسجل بشكل نظامي، لان من الاغاني الرائعه جدا، كلمات والحان فعلا، وان شاء الله يكون اداء كمان مثل ما بيقولوا. لا اللهم صل على النبي. فكلامك كثير كثير حلو عنكم، يعني فعلا صوت رائع وحضور متميز يعني بعزف العود. بدي كمان نسالك يعني استاذ غزوان، ايضا قصتك مع العود، مع الاوتار، مع الموسيقى، مع اللحن. هو الحقيقه انا باشرت دخول الى متاهات او حدائق الموسيقى في صغري على آلة الأكورديون. بعدها كنت شفت العود فقط على التلفزيون، ما شوفه حقيقة. لا يوم اللي اشتريته كنت صغير صف ثامن، وعشقت أوتاره
قريب للقلب العود، والحمد لله قدرت أتميز فيه وخضت مسابقات أكثر من مرة على مستوى سوريا، حلو. وحصلت على المركز الأول 7 مرات على مستوى سوريا. وكنا من شوي عم نحكي برنامج طريق النجوم يلي صار أوائل التسعينات، حصلت على المركز الأول في الأدوار 3 بمجال عزف ما العود شاء الله، ما عدا مهرجانات المعلمين حلو. والشبيبة. يعني لذلك العود بداية انه العود ما في حدا كان بالبيت انه ممكن حدا يعزف على آلة العود او حدا خبرك، لا انت شفته لا، على هو عشق من التلفزيون الصغر وتعلمت للموسيقى. سماعي بالبداية ولا اتجهت لانك لا، من تتعلم صغري على النوتة، وحتى أنا على دراستي النوتة؟ موسيقى ومدرس موسيقى، بالإضافة إني بعزف الأورج، بعزف الأكورديون، بعزف أكثر من آلي، لكن العود هو الأقرب للقلب. حلو. وسمعنا كمان عم يقول الاستاذ جورج انه انت مرافقه وما مستغني عنك هو استاذ حب جورج. العود، هو حب العود زيادة من شغله معي، من شغله معك هو حب العود من قد صغره، كتير بس مهم أنا هيك. اشتغلت أنا وياه حلو. التزم معه كتير فحبه زيادة فأخذها طبعا منحى دراسي. يعني ما لأني أستاذ جورج قاعد، لكن في صوته الأصالي والطرب، حلو. والأصالي والطرب من صغرنا يعني شربناها. آلة العود بدها لا أصوات طبعا، أكيد عريقة بدها طربية، نختار صوت الدرب صحيح والعنوان. الدرب والعنوان كان تماما. عند أستاذ جورج هو الأصالي والطرب. العود، العود هو آلة كاملة تعزف كل شيء يعني، صحيح. لكن سميت يعني بصنف الآلات الطربي والشرقي والتخت الشرقي. صحيح. لذلك كان عشقي هلا أنا بعزف أورج يعني بالحفلات أنا وياه أورج، لكن عزفي للعود إله هيدي له الحالة الخاصة، تأثير صحيح. كبير على أسلوبي في عزف الأورج. يعني حتى في عزف الأورج أتجه إلى النمط الطربي وال حلو. يعني بتحس انه اللي بيعزف على آلات العود بيأثر عليه اذا كان عم يعزف على آلات تانية مثل الاورج او حتى الآلات الغربية، طبعا بتحس انه ما فيك، بدك تتجه للاتجاه الشرقي طبعا لانه آلة العود هي الاساس. يعني بتعلم على آلة العود بتحس انه بكل بقى الآلات الموسيقية طبعا. وبكل اتجاهاته فقط بيعتمد على اللون الشرقي. هلا في اكثر من مدرسه للعزف العود، لكن المدرسه الاولى له هو الاسلوب الشرقي. صحيح طبعا الاسلوب الشرقي أكيد، والخوض في اللي هو المدرسة الأساسية مقاماتنا المعتمدة. الشرقيه. نعم، صحيح. هلا في الات تعجز عن خوض، حتى مثلا بنرجع لاله الاورج، يعني ما فينا تجيب الربع تون، اذا بنحكي كاختصاص ربع تون، لان احنا يختلف عنا بالمقامات الربع تون ما بين البيات والرصد والسيجا والصبا، يختلف في ادق من الكومه كقياسات حلو. موسيقيه. العود آلة تستطيع ان تترجم الاحاسيس بكل سهوله. بيقولوا صعب، لكن لا، انا ما فيني اقول آلة صعبه وآلة سهله، آلة قادر تتمكن منها صحيح. اكثر معي. يعني فعلا استاذ جورج كمان قد يعني كتير مهم الانسجام انه انت مع العازف يكون في هيدي العلاقه، خلينا نقول الروحانيه بين طبعا العازف وبين الفنان. يعني قد كتير مهم انه انت منسجم مع الاستاذ كثير غزوان كثير ضروريه. يعني هلا انا وقت اللي بدي انا لنجاح طبعا اي حفله اي اغنيه. طبعا هلا احنا بحفلاتنا مثل ما تفضل الاستاذ غزوان بيشتغل معي على الاورج، يعني بنشتغل نحن كل الالوان. انا معروف عني بالساحل السوري بشتغل كل الالوان الموسيقيه، بس وقت اللي بشتغل الشيء الطربي الثقيل يعني بدك اول شيء ما بس تأديه اداء، بده يكون عندك احساس فيه، يعني صحيح. عايش الكلمه واللحن. فمثل ما تفضل الاستاذ غزوان اللي بيشتغل على العود، والعود قريب عن القلب مثل ما بيقولوا، تماما، هو اقرب صحيح فبتحسيه يعني عم الآلة يشتغل باحساس على اي اله تانية يشتغلها. تماما، يعني هالشعور اللي تعلمه من اله العود بتواجد بيأثر معه على له اي اله. بآلات الأخرى. فانا صحيح. بيهمني اي عازف ورا من يكون عم يشتغل، ما بس انه يشتغل مجرد انه اله عود ولا ناي ولا كمنجه ولا اورج، انه بس مهم عم يشتغل بدعس دعسات، بدي يكون عايش حاله الاغنيه. يعني فيها روح، يعني مثل بيقولوا الروح، تماما، يعني هي الروح هذه اذا ما انا موجوده ما بتعطيها حقها للغنيه. تماما، ما هلا بتقدر بغني توصل انا اغنيه احساسك وطنيه للناس مثلا واحساس الاغنيه. وعم بغنيها هيك انا و يعني هالبرود، يعني ما بتعطيها صحيح. حقها. تغني اغنيه عاطفيه بدك عاطفيه، بدك تعطيها شويه حنيه، تحسيها قريبه للقلب. فاي اغنيه واي لون من الغناء اذا ما بيتغنى من القلب وتكوني حاسه فيه ككلمات وكلحن ما بيوصل مزبوط. يعني امتى بلش جورج نمر الغناء؟ والله انا يعني انا مثل ما هلا حكينا قبل ما ندخل على الاستديو، نحن بين الجيل القديم والجيل الجديد. يعني انا بلشت بالثمانينات. بالثمانينات بالثمانينات هون بتبلش الصعوبة بقى استاذ والله، جورج. هي بلشت هواي بالمدرسة، كنا اول شيء نحن هواي. بالمدرسة، بعدين تعرفت انا على استاذ غزوان اخذناها منحة دراسي يعني مثل بيقولوا، وبعدين اتجهت للنادي الموسيقي، اتجهت للاستاذ حلو. زياد عجان الله يرحمه، استاذ محمود عجان،
المرحوم جبرائيل السعادة، المدارس اللي كانت قائمة بالهدية قبل ما تكون معاهد إسلام. صحيح. فتثقفنا موسيقيا إيقاعيا، يعني عشنا الألوان الغنائية كلها من بداية حياتنا، وربينا على اللون الطربي. الطربي. فهلا أنا بغني كل الألوان بس بميل للون الطربي. تماما. هلا يعني خلينا نقول انت بين الجيلين، لكن حافظتوا على لون معين، احييتوا التراث، هذه انا التراث بحسها مهمه السوري كثير. العريق الموجود عندنا. هل لقيت صعوبه بمتلقي هذا التراث يعني، وخصوصا نحن هلا شفت يعني وين عم تتجه اتجاهات الفنانين، وحتى يعني حتى انه الجمهور الاغنيه وين عم يتجه؟ هلا في شغله انا بتحس بنفسي انه بعد الاقنيه وعم بتدس اغاني تماما، بيروجوا عم تعمل لاغاني. عم تعمل صحيح. غسيل دماغ لهالجيل. تمام. يعني انا مثلا انا ما لازم انا بالحفله مثلا اغني تراثنا هذا اللي نحن هلا نحن في مجموعه جيده من المطربين محافظه على تراثنا الاصيل وعلى تماما. لوننا الطربي، بس يا ترى انا عم غني كل الالوان، بحب كل الالوان. كل ما انه والله انا الالوان. الطربي مثلا ما بحب اللون الشعبي ولا بحب صحيح. اللون الحديث، لا بحبه، بس لكن ما زلت محافظ على هذا الموروث، هذا الموروث ننقي الكلمة العريق، الحلوة اللحن التراث. الحلو. صحيح. فبتحسي هالجيل هذا ما بيعين لا على اللحن ولا على الكلمة ولا على الأداء، صحيح. المهم انه في إيقاع. في إيقاع. اسألي شو عم تماما. بيغني المطرب بيقول لك ما بعرف. مهم فأنا بحس الموسيقى، الإيقاع، الإيقاع، الجو الإيقاع، العام إيه الإيقاع. صحيح فأنا بقول لهم للأغنية. هي عنا مهمة. نحن أنا من أول ما بلشت أنا بالمجال الفني أنا هاوي، ولحديت الآن أنا هاوي، بس بحس إني أنا إنسان مؤتمن على إني هذا اللون هذا أنا عم بعيشه. في اغاني كثير كانت مندثره، يعني كثير انا بنقب وبدور عليهم وبسجلهم وبغنيهم بحفلاتي. في عالم بيسالوني لمين الغنيه؟ يعني في اغاني ما معروفه لمين. صحيح. بحاول اني يعني انا واستاذ غزوان نبحث لمين الاغنيه، مين عامل لها الاغنيه، هي اغنيه حلوه بس ما حدا بيعرف لمين. ما حدا بيعرف. صحيح. معلش عايشيها، لان بده يجي انكم ترجعوا تحيوا التراث. بده يجي يوم، بده يجي يوم. هسه انا بقول لهم بده يجي يوم، هلا كل الله يطول باعمار الكل، بده يجي يوم هالمطربين اللي حافظين التراث هذا ما يضل حدا. فاذا ما تسجل صحيح. وتوثق يعني حرام عم بيروح. صحيح. مثل هي الغنيه اللي حكينا عليها مثلا، هي نفنا في الغربي وقبل العشاء، وهدول كنا عم نحكي تحت الهواء. هدول صحيح. ايه هدول اغاني، اغاني التراث. تراثيه بتتغنى بالاعراس تماما. وبالحنه من 300 سنه. انا دورت وجبتهم وسجلتهم واخذناها اول شيء بشغله نهفه هيك من النهفات بالاعراس، يعني اغاني شعبيه. تفاجأنا لهم قصة كثير كبيرة تماما. يعني لا وشي حلو يعني استاذ جورج، لما انت عم تسمع في اغاني، في كلمات، في لحن، في شيء من تراثك يعني القديم اللي في هذا الموروث العريق اللي ورثونا اياه اجدادنا. ما عليه يعني الموسيقى ثقافة، الموسيقى حضارة، حتى الكلمة، الغناء، وانتم عم ترجعوا تحيوها. يعني ما كل انا الفنانين بأي عم حفلة يتجهوا بدي هذا انزل شيء الاتجاه. تراثي يعني قد ما بتحس كان حالك انه وصلت لحالة الارضاء عن نفسك لذاتك، وحتى عم ترضي الناس لما انت عم تحافظ على هذا الشيء، انه انت ما عم تخليه ينمحى او يغيب يعني طبعًا هذا طبعًا التراث، او يتجه لاتجاه ثاني. ما حتى في اغاني قديمه عم يوزعوها توزيع جديد كمان، هلا التحديث هي بسموها يمحي تحديث. التحديث، لكن عم احيانا بعض منه بدك وليس تحافظي على الكل. اللحن التراثي. تماما. بدك بعض تحافظي على وليس اللحن الكل التراثي. عم يمحي الاغنيه كامله، يعني عم هي تحسها رسالة، بغير بقى صارت ب هي رسالة لازم يحملها كل تماما. فنان. يعني هلا حتى بحاول انا خلال مهنتي كمدرس، هلا الاطفال عم بحاول حفظهم من تراث اللاتي اغاني ما سامعين فيها، حتى الكبار بتفاجئ من زملائي مدرسين او مدرسات اغنيه مثلا كذا. وهن ردة الفعل هي لا من وين هلا؟ هي من يعني اللاتي بس عن اغنيه لولح. لولح اغنيه كثير جميله من تراث اللاتي، كثير ظريفه، ما حدا سامع فيها. في كثير اغاني ولقيت لها هذا القبول، انه هي باعتبارها هيدي السلاسه والاقرب الى القلب والاسهل للاذن. يعني هلا في كثير مثلا كلمات يعني، او ما عليها، هلا في كلمات يعني بتنفهم او ما بتنفهم، يعني بتحس انه ضاعت الكلمه، ضاع ضروري اللحن. ضروري المطرب والمؤدب الاغنيه يفهم معنى الكلمه بالموال ولا بالاغنيه. صحيح. لان اذا تكون ذو معنى. المستمع ما عرف شو معنى الكلمه، اذا انتبه على الكلمه، إذا ما انتبه على الجملة اللي عم تنقال بالأغنية ما فهمش معناتها، ما لها معنى صارت الغنية. صحيح. فمعلش أنا لو إني بدي أغني أي لون من الغناء علي إلي فهم الكلمة اللي بدي أقولها أنا. تماما. لأن في كثير ناس بتدقق على الكلمة، على معنى الكلمة. في ناس بيحبوا يسمعوا الكلمات وليس فقط. صحيح. بثلاث أبيات منه بينتهوا بكلمة واحدة، بس كل كلمة لها معنى. إذا ما لفظت هالكلمة بآخر البيت بالتهجاي اللي المضبوط ممكن تنفهم بالمعنى الآخر. ما بنعرف شو معناتها. ما بينفهم. فمن الضرورة. فكتير عالم بيجي بيقول لي لو اسا حاملي لي اللون التراث القديم اللي حكينا هيك شوي، واسا ماشي انا بهليك العالم شو صارت عم تغني لك. يا حبيبي انا فيني هلا اي اغنيه، انا اي اغنيه تراثيه
عمل لها نفس التوزيع اللي عم تنعمل هلا لهالجيل اللي بيحبها، هذا الجيل تماما. اللي الفضائيات خلته ما بقى يسمع غير هيك اغاني. بس لاحظيهم بالحفلات وقت بيحضروني بيجوا بيطلبوا اغاني مني ما تماما، بتتوقعيها، لما بتتغنى ما بمعناها بتقولي مستحيل الأصلي هذا وعلى يسمعها، شكل فبتضل هيدي عالقه بذهنه صحيح لان اهلهم بالبيت عم يسمعوها، وهذا تراثنا. صحيح نحن عم نتحارب بالتراث بكل شيء، عم يهدوا لنا اثارنا، عم يلغوا لنا اغانينا، عم يلغوا لنا يعني كل شيء بيدل على اصالتنا وعلى تجذرنا بالارض، عم بيحاولوا يلغوا لنا اياه. أكيد، لكن ثقافتنا وموسيقانا أكيد رح تبقى هي عنوان الأمل، طبعا ونحن هيدا عنواننا إن شاء الله. وشو هلأ حابين تسمعونا؟ تراث ولا تحب الوطن؟ نعمل شيء للوطن. تفضل. طبعا هي للمرحوم ملحم بركات، انا بعد صارت من التراث، يعني من احلى الاغاني اللي تغنت للوطن. الله يرحمه. الله يرحمه. موعدنا ارضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، موعدنا ارضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، مهما الايام تقسى الايام، مهما الايام تقسى الايام، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا. الله 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 يا بلدنا يا وطني، نحن أحبابك، نحن أحبابك، ما منبتل بالدغى بطرابك، نحن أحبابك يا وطني، نحن أحبابك، نحن أحبابك، ما منبتل بالدغى بطرابك، نحن أحبابك. علمنا العالم بكتابك وحروفك بالنور كتبنا، علمنا العالم بكتابك وحروفك بالنور كتبنا، مهما الأيام تقسى الأيام، مهما الأيام تقسى الأيام، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا. الله الله يا بلدنا. الله عليكم. الله. سلم الصوت استاذ الله يخليك جورج، يا رب. يعطيك العافية. في أحلى من هيك أغاني وكلمات للوطن؟ أكيد ليس هناك هذا أروع تراث، ما مع إنه شو يعني شو عمرها الأغنية بس تراث صارت. صحيح صحيح. يعني برأيكم يعني هي الحس هذا الوطني والحس الوجداني، شو مطلوب من الفنان اليوم باتجاه وطنه؟ الفنان عليه واجب كبير كما هو واجب الجندي في ساحات المعركة. ذكرتها من قبل كثير، من قديم الحروب، أيام المعارك، أيام القديم، الإنسان الأولي كان الطبول تقرع وراء الجنود المقاتلين. صحيح. اليوم الفنان شو ما كان دوره، مغني، عازف، ملحن، رسام، اللي حامل حب الوطن بقلبه بصدق، لازم ما يستنى مين يطلب منه، لازم هو يبادر لحاله بإنشاء أغنية، بتلحين، بكلمات، بأغنية، برسمة، بتأثر على المعنى الداخلي النفسي عند جميع المقاتلين أو الشعب، في حال في حيز توجيهه إلى حب الوطن الحقيقي. نحن لازم كل إنسان مثل ما قلت يحمل هالرسالة على كأهله ويحاول يوجهها، ما يعني بأي طريقة كانت. صحيح. يعني مثل ما بيقول أستاذ غزوان من فترة،
قريبة جدا، كنت مشارك بأمسية بالمركز الثقافي ل جرح الجيش. جرح الجيش العربي السوري، يعني لحتى نزرع هالبسمة على وجوههم اللي هن زرعوا البسمة بقلوبنا والراحة. فبعد الاحتفالية عملوا تكريم لجرح الجيش، ونحن كفنانين المشاركين كنت أنا والمدام لبابا وصديقي سامر أحمد كنانة كنانة، كنانة قلت لبابا دائما أكيد كلهم نياتهم زملائنا صحون. وأصدقائنا. فكنت أنا وكنانة وسامر أحمد، فكمان كرمونا مع جرح الجيش العربي السوري. وقت اللي عطوني التكريم قالت لي بتحب تحكي شيء؟ تلاقي والله خطر على بالي هيك جملة احكيها، يعني كلامك على انه الفنان شو له تأثير بالأزمة. تماما. يعني قلت لها فخر كبير لإلي انا كفنان سوري انا اتكرم مع جرح الجيش العربي السوري، اللي هن يعني سبب وجودنا هلا وسبب اماننا وسبب صحيح. فرحنا. فنحن اقل ما يمكن انه نفرحهم باغنيه. صحيح. يعني انا كفنان وقت اللي عم بغني لهم وهن بقبالي، يعني ما تصدق الاحساس الداخلي وقت اللي عم انه انا عم خليهم يبتسموا مبسوطين انه عم صحيح. بغني لهم. انا قديش هن خلوا الشعب السوري يبتسم بدمهم، ضحوا صحيح. بشبابهم. فانا خدمت عسكريه وهلا انا كفنان عم بخدم كمان وطني، تماما عندي رسالة عم وصلها. أكيد. يعني بالأخير هناك جنود كثيرون، يعني أكيد تحية أول شيء لرجال الجيش العربي نعم السوري، طبعا، ونتمنى أكيد تحية من الرحمة القلب. لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. يعني أكيد كلياتنا جنود بوطننا الغالي، وكلياتنا كنا عم ندافع بالسلاح، بالكلمة، باللحن، بكلياتنا. يعني صمودنا بحس مشروع ببلدنا نحن شهادة. عم يعني أنت شهيد نساهم. في فنك، أيضا الأستاذ هون شهيد بفنه، كلياتنا شهداء، وكلياتنا مشروع شهادة، وكلياتنا جنود عم نحاول بقدر الإمكان ندافع عن وطن، عن ثقافة، طبعا طبعا، عن مثل ما قلت لك عم نتحارب بكل شيء نحن. تماما. فكل انسان مننا عم بيحاول انه يتشبث بهال الاساسيات قد اللي ما عم كان بيحارب هذا من الشعور شانه. اللي انت حسيته استاذ جورج، انت عم تتكرم مع جرح الجيش العربي السوري، يعني انت بالمقدمة معهم، يعني هذا التكريم اللي عم تاخده تكريم هذا تكريم سامي، عمري، انا تكريم حسيته تماما، تكريم يعني عمري انه وصلك انا اتكرم لأي مع جنود مرحلة. مع جرح صحيح. الجيش العربي السوري. كثير حسيته كبيره انا، يعني انا كثير أعطيتك انبسطت هذا وكنت الدفع فخور فيها لقدام انه انا وحطيتها بصدر البيت عندي للتكريم، لان هذا بفتخر فيها طول عمري. هذه صحيح، يعني بتحسوا هذا يعني اسمى نجاح ممكن وصلت له. هذا انا 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 هذا لالي شهاده لالي انه انا بعد 30 سنه، مثل ما بيقولوا 30 35 سنه، انا اثبتت وجودي انا. فانا لو ما اثبتت وجودي انا ما تكرمت. صحيح. فكل انسان بيشتغل الا ما يجي يوم بيتكرم. يعني استاذ جورج، من قبل اي حفله وطنيه حتى من قبل ما سمنا بالازمه متواجد وما زال متواجد متواجدين، يعني هذا حتى بحب اقل نوه ما يمكن. يعني صحيح. مشاركاتنا كلها بشكل طوعي، مشاركات اكيد كلها طوعي. الوطنيه، وفعلا مثل ما عم يذكر الاستاذ جورج، طبعا هذا اقل استاذ ما غزوان يمكن. كان معي بالتكريم، يعني تمام. انتم يعني هلا مثل ما ذكرتوا بالبدايه انه هذا الانسجام اللي اكيد بيعملكم نجاح، مثلا اي شيء معين بتحس باي حفله، ان كانت وطنيه، ان كانت حفله شعبيه، واي حفله معينه، في هذا الانسجام، يعني في هذا طبعا ممكن اذا طلعت فيه نظره قد كتير مهم. يعني استاذ جورج اوقات على الاشاره نحن تماما، هاي اللي بدي على اوصله، هي الاشاره اوقات. الفكره، انه قد ايه مهم انه يكون في هذا الانسجام بين خلينا نقول الفنان والكاتب والملحن والعازف، يعني لحتى يكمل العمل. هلا نجاح الاغنيه الخالده لها 3 اقاليمية، الصوت والكلمه واللحن. وقت كانت تنعمل الاغنيه من زمان ولا هلا بعض الاغاني اللي عم تندرس بشكل مظبوط بتضم خالده، بتضم بتردد العالم والاجيال وبتصير بتوصل لمرحله تقولي الاغنيه التراثيه هي. ليش؟ لانها مدروسه من جميع النواحي. في صحيح. بعض الاغاني مثل ما بيسمون على السردين بتفتحيها خلاص راحت، هاي هي تغنت يومين نعم ثلاثه سريع. وانتست، صح لان ما في الا قواعد ثابته. تماما. اكيد. فالحفاظ على الاغنيه التراثيه، لا اغنيه حبيبي انت جنبي عم بقول لك عليها، انا بتحس بنفسي انما انا معروفه على نطاق سوريا مثلا. مع انه انا مره اخذت هيك بنكته باحد المقابلات، قلت لهم الله يرحمه الاستاذ جبرائيل سعاده كان سابق عصره، فكان يقول حبيبي انت جنبي بس قلبك بعيد عن قلبي. قلت لهم بتنطبق على هالجيل هلا اللي بيكون قاعد جنب حبيبته ولا جنب مرته فاتح الموبايل هي جنبه وعم يحكي مع غيره، يعني ما شرط مع مو شرط انه رفيقته، ولا يمكن تماما. عم يحكي مع رفيقه ومرته قاعده جنبه، فبتقول له حبيبي انت جنبي بس قلبك بعيد عن قلبي. فقلت صحيح. لهم سابق عصره كان استاذ جبرائيل، طبعا هو عملها من الستينات. صحيح. فاغنيه حلوه،
فعلا في كثير عنا اغاني حلوه، يعني فان شاء الله هيك بنسجلهم كلهم تسمعوها. ان شاء الله اكيد. والفكره الاساسيه نسمع منك استاذ غزوان هيك مع عزف منفرد. فعلا شيء رائع استاذ جورج. لا اندمجنا، رحنا بعالم ثاني. هذا مقام الرصد. الرصد اذا جن ليلك فارصد، حلو. يعني بالليل اذا خيم الصمت وجن الخيالات في داخل الانسان، اقرب مقام هو الرصد. لكل مقام الرصد حاله خاصه. اكيد الرصد هو من اساس المقامات الشرقيه اللي بتعطي بتمنحك الاحساس بالطرب، احساس بالنشوه الموسيقيه. حلو. قد ايه مهم استاذ غزوان الثقافات الموسيقيه اليوم؟ مهمه جدا جدا. هو فرق كبير ما بين الانسان الامي بيعرف يحكي، لكن المثقف صحيح القادر على القراءه والكتابه بيعرف يوجه حديثه. هلا الانسان السماعي معتمد على اتكال على ما يسمع، لكن الانسان المتعمق في متاهات، انا بسميها متاهات المقامات، عنده قدره على الاطلاع الواسع اكثر. تمام. لذلك وقت بيكون حتى بالحفله يعني بيكون عرس ودبكه بس بننقل من اغنيه لاغنيه، ما بننقل يعني انا وياه اتفاق على هالموضوع الا بشكل علمي. وكاننا على مركز ثقافي، على منصه مركز ثقافي، ما بننقل الا بشكل علمي. حلو. لان في سكك قواعد للمقامات، انتقال من اغنيه لاغنيه، في ايقاع، في 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 مقام بدنا ننتقل عليه بشكل اساسي. طبعا يعني اكيد هذا المهم، يعني الثقافه الموسيقيه رح تكون لدى اي فنان ولدى اي عازف طبعاً. لحتى يعني يقدر يعني يوصل صح، يوسع خياله. تماما، يوسع خياله. يعني بغض النظر نحن هلا مثل ما ذكر استاذ جورج هون الاغنيه صايرة مثل ما ذكرتها مثال كثير حلو، علبة السردين. انه هاي الاغنية السريعة المطورة، يعني ليش هيك ليش يعني هاي الايام عم تحسها انه هي الموجودة؟ عم ينسوا هاي الثقافة الموسيقية، عم ينسوا هذا الطرب الاصيل، عم ينسوا هذا اللحن الرائع. نوع من الاستسهال، ومثل ما قلت لك استسهال بشوي عمل رح يكون استاذ جورج. محاربين بالتراث بجميع، قلت لك اول مقابلتنا محاربين بالتراث.
الأغنية اللي فيها مقامات وفيها إيقاعات، ما من الأمر لهين أي مؤدي أديها ولا أي ملحن يلحن هيك أغنية. فبتشوفي أنت هلا نسبة المغنيين الله يوفق الكل يعني، بس كتروا. طب ليش بدهم يستسهلوا استاذ طيب لأن جورج؟ هلا لا هذا يعني هلا ما دام في عندنا نحن لحن جميل، في عندنا اغنيه هلا اللون جميله، في الشعبي، عندنا كلمه اللون الشعبي من جميله. أرقى الأنواع الغنائية صحيح. نحن عندنا، بس في بعض الأغاني يعني نزلت من مستوى الأغنية الشعبية. الأغنية الشعبية من أرقى الأنواع الغنائية، بس تماما. أخذوا إنه الإيقاع السريع والإيقاع البسيط، إنه هي أغنية، أي أغنية أي كلمة تحطيها بتعمل لها الإيقاع صارت أغنية شعبية. لا، وديع الصافي الله يرحمه غنى الأغنية الشعبية، فيروز صحيح، غنت، ناصر شمس الدين الله يرحمه، فؤاد غازي من أروع من غنى العتابة لكن والشعبي، أعطوا كانوا الأغنية الشعبية أغانيهم وتراث حقه. أغاني. هلا هلا صحيح. بتتغنى أغانيهم دلالة على إنه حلوين، معمولين بشكل مدروس وكلمات وألحان، ووصلت للناس بأصوات رائعة، فتخلدت لهلا نحن بنغنيها أنا وغيري وغيراتنا عم نغنيهم بالحفلات. لأنه يعني برأيك أستاذ جورج هي كثرة الأصوات وكثرة الفنانين، يعني المهم الأغنية السريعة، المهم الأغنية الشعبية، المهم خلينا نقول جنوا نطوا، يعني هلا هذا الجيل ما بأي يا عمي حفلة الله الله أنا إذا رحت غنيت هيك وأديت هيك فمعناته أنا صرت فنان وصلت. هي هلا يعني كل الربح انسان له المادي، الربح المادي الربح أستاذ جورج، المادي. ماديات، يعني ليش الاتجاهات المادية عم تكون عم كمان هلا يعني ظروف إحنا عم المعيشة شوهنا. بتتحكم اوقات بالانسان، ما بقول لك انا، بس انت لكن احنا كفنان. بدنا نحارب اللي يعني بدنا نكافح، عفوا اللي عم حاربونا فيه، بدنا نكافح نحن طيب ثقافة اذا الأغنية، نحن ثقافة هلا نحن الكلمة. انا بحكي عن حالي، اذا انا مثلا من المطربين اللي بدي انا اشجع مثلا الاغنيه الهابطه، ومين من طلب مني اقعد غنيه، انا عم شجع، مزبوط ولا لا؟ صح، فكتير انا في نوعيه من الاغاني بتنطلب مني بالحفله برفض اني غنيها، ترفض. برفض انا، انه والله المهم بيطلع من الحفله المطرب شو كيف كانت حفلتك، والله رقص العالم على الطاولات. لك يا اخي ما شرط ترقصهم بالايقاع، انت بدك ترقصهم بالايقاع، ما لك مني اياها هالناس، ان موجود انت ولا ما انك موجود، انا بدي بجوز ارسم كبسه زر على الاورج تماما بيطلع خلي الايقاع العالم ترقص. الراقص اللي لك بيقولوا انت اكيد. بترقصهم بالكلمه باللحن. مره احد النهفات بالحفلات حكيت لي استاذ غزبان، في شخص حضران حفله عرس قال لي يا زلمه كان المطرب معه عازف اورج بياخذ العقل، وانا بعرفه هذا الشاب ما له ان بالموسيقى لا من قريب ولا من بعيد. طبعا مو انا عم يحكي على قلت له مغنى ثاني. كيف قيمته انه معه عازف اورج رائع؟ قال لي تصور ترك ايقاع. الاورج على المسرح عم يعزف لحاله ونزل مسك على الدبكه. فهو كابس زر، في كبسه زر بتكبس اياه لحاله بيطلع أكيد في إيقاعات جاهزة يعني بتكون ان غنى المطرب بآلة ولا ما الأورج غنى المطرب أكيد عم تدبك بتبرمج على العالم. الآلة فانت شو النظريه وبصفة. اللي عامله انت؟ هو اللي قطعة لأستاذ جورج العفو، أكيد هي نحن عم نحكي حديث من عام، أكثر يعني من حديث مش سنة، كبير، وأنت عازف أورج فأكيد إذا بتهمك تتذكري من الموضوع. سنوات في أغنية كان اسمها أبو يوسف كعكب عجوي، تتذكري يا شي؟ هاي أيام ال من شي 10 سنوات، يلي عمل على الأغنية كان بيعمل بحث دكتوراه في الموسيقى. الرسالة تبع الدكتوراه إن الأغنية الهابطة سريعة الانتشار، حلو. لذلك عمل أغنية بدون لحن، يعني كانت عبارة عن إيقاع فقط والمعاني غير مترابطه، يعني ابو يوسف كعكب عجوي لا ترتبط في معناها اي شو شيء. ما له معنى. وانتشرت الاغنيه كثير على فكره، اي من شي 10 سنوات، لكن هو عم يعمل دراسة بالسرافيس بالسيارات وبحث. ايه انتشرت الاغنيه كثير. هلا دائما انا بحكي بمحور، مثلا اذا قلت لك بكره في مقابله بالتلفزيون الساعه كذا، في باحث كبير عالم كبير بده يطلع، يمكن ما تفضي تتفرج عليه. اذا قلت لك في سفاح عامل 20 جريمه بكره مقابلته، رح ننطر صحيح. لحتى نشوفه. النمط، صرنا في نمط نحن، تماما اني صفينا الاغنيه اللي الرتم او الايقاع صحيح تبع الصاخب هي اللي عم صحيح تنتشر، ما عاد في عنا جمهور جالس. يعني ايام تماما. عبد الوهاب ام كلثوم يقعدوا الناس ساعه كامله يعني عم خلينا نقول يسمعوا، قبل مصطلح انه سميع، يعني هن بيحبوا هي بتصير يسمعوا بالمراكز الثقافيه هلا تماما عنا، ما عاد في تماما. حد يطول باله يعني يسمع الذائقة اغنيه مدتها الموسيقية ساعه. اختلفت، يعني حتى انه مثل ما عم تذكر حضرتك انه هذا النمط اللي احنا اللي تعودنا عليه ممكن نحن نتجه فورا بالعقل اللاواعي، يعني نتجه لاتجاهات هاي اللي تعودنا عليها انه المشاعة نعم لاكثر الشيء ممكن بأي شيء، المجتمع حتى في يتخذه. الطعام يعني تماما. سندويشة الشاورما بس أسهل لا من أنا أكلة برأيي الكبدة. الفنان له شخصيته على المسرح. طبعا أنا بأحد الحفلات إجا لعندي شخص، طبعا أول أنا بالأعراس كل أول وصلة بتكون عندي رقص ودبكة، بتعرفي أنت جاي العالم بتفرح أوقات ما بيعرفوا المعازيم مين المطرب، صح فأنا من واجبي
انا اثبت وجودي بالحفله طبعا. وخلي العالم اذا ما 100% 80% انه يكونوا سعيدين يكونوا سعيدين معي. فاول وصلتين انا بحاول دائما يكونوا فيهم الرقص وفيهم الدبكه وكل الامور هذه. والاكتر صاروا بيعرفوا نمطي بالحفلات انا. فاجاني شخص انا تقريبا بعد شي ساعه ونص من الحفله عم بعمل موال بدي اعمل وصله خدود حلبيه انا حلو. بعد الدبكه والاغاني والطرب شويه الخفيف. رواق يعني قال لي اذا بتريد ما بدي لا موال ولا اغنيه طربيه على الردم واحد كله. قلت له عفوا يعني انت من مين انت لحتى تجي تقول لي شو بدي غني انا على المسرح؟ انا 30 سنة على المسرح عم بغني، أنا بعرف بقرا الوجوه شو خرج نزل اللون من الغناء. قال لا أنا هيك بدي، قلت له أنت هيك بدك بس العالم هيك بدها. صحيح. أنا بعرف العالم شو بدها من خبرتي على المسرح. طبعاً ما أتني هون، أنا تركت الموال واشتغلت له ما بدي أعمل مشكلة بالحفلة، اشتغلت له مثل ما بده. الشباب وصبايا ما كبار اللي واقفين بالنص، وقت اللي رجعت على اللون اللي بده إياه هو. قالوا لي أستاذ جورج نحن متعودين عليك بالوقت تعملنا شوية قدود يعني. هو واقف صارته على المسرح الشخص، قلت انا ليك وين؟ هو ما خلاني. هو شو عمل اللي بيده؟ قال لي هيك. قال لي لا ما تقول لهم انه انا، قلت له لا انت خليتني وقف. قلت له الناس انا بعرف المطرب بيقسم الحفله بإرادي كل الناس. اكيد هو فكلهم طالبوا انه ترجعت عملت لهم وصلت القدود اللي بدي اياها، وهيك العالم اندمجت معي وانبسطوا. طبعا يعني هالفنان بده يعمل ارضاء لكل الناس يعني هو فنان بالاخر. بده يقرا، بده يقرا الوجوه، يعرف وين محله. أنا يعني الناس أذواق بالأخير أسواق. إن كان حتى بالموسيقى الناس أذواق، ناس بتحب تسمع هذا اللون ناس هذا اللون، فالفنان بده يكون هو فعلا على عنده هاي الموسوعة والموسيقية وهيدي الغنائية. إذا عنده موسوعة ليقدر يغني كل الألوان ويرضي الكل. صحيح. بيرضي الكل إذا ولا عنده. شو رح ترضينا أستاذ جورج بأغنية؟ شو ما أنا منا شغلة هيك تختار لنا أنت غنية أستاذ غزوان. كنا بالرصد. إيه لسه الرصد عشش في راسي. يلا. تفضل. عشق بعيونه أنا فكرك بالليل وشجونه وأحلف لك عشق بعيونه وفرحتك وأنت بتحكي قصة هوايا وشكوتك وأنت بتشكي من نار قسايا وفرحتك وانت بتحكي قصة هوايا وشكوتك وانت بتشكي من نار قسايا يا مكان غرامي بيسهرك وكان بعدي بيحيرك يا مكان غرامي بيسهرك وكان بعدي بيحيرك
يا ما كان غرامي بسهرك وكان بعدي بحيرك، يا ما كان غرامي بسهرك وكان بعدي بحيرك، وإن كنت ناسي أفكرك. الله عليكم، يعطيكم العافية، يسلم هالصوت. الله يخليك يا رب. يسلم إيديك. يعني فعلا بيعز علينا لما بنسمع هيك أستاذ جورج، قد ما بتحس حالك إنه حابب كنت تكون بزمن العمالقة. أنا بقول نيالهم للي حضروا هالعمالقة، اللي قعدوا هيك بحفلة وسمعوهم ساعتين، نيالهم. وقد ما يعني هلا هيك أنت يعني ايضا كمان يعني استاذ غزوان، لما كان العازفين وراء مثلا خلينا نقول ام كلثوم والصنباطي وغيره وغيرات، وايضا هالفنانين يعني هدول الاسماء الكبار، يعني قد ما حلو هلا يكون في زمننا عمالقه ايضا. نحاول ان نعيش في زمنهم في الخيال. ان انا احيانا كثير بمسك العود في البيت بزفقوني لام كلثوم مثلا، الحان القصبجي او الحان زكريا احمد او الصنباطي. طبعا هيهات بيني وبينهم، يعني اكيد هن نجوم كبار وملحنين كبار. يعني انا بعدهم مثل الصنباطي، ولد قبل زمانه ب 300 سنه. كانوا مهره في تلحين القصيد. نحاول ان نرتقي الى فنون نعيش بحالنا. نحن بزمن سرعه، نحن زمن سرعه. لكن بالحفله انت محكوم الى راي الناس. محكوم. هلا نحن عم نحكي على مستوى حفلات، لكن عم نحكي على مستوى الفن ككل. يعني استاذ جورج انتم لا بالعكس، بما انه في قواعد اساسيه، في اسس تبنى عليها، يعني ان كانت الكلمه ان كان اللحن ان كان الصوت. يعني هون انا عم هذا اللي بدي اوصل له. لازم احنا بنساير على مستوى حفلات انه انتم تسايروا وترضوا الناس، لكن في شيء ارضاء انفسكم، ارضاء الاغنيه. يعني ما راح انا يعني خليني اكون راضي عن نفسي وانا عم غني. طبعاً راضي طبعاً عن نفسي وانا عم لحن. يعني هلا ممكن انت مثل ما ذكرت انه ينفرض عليك تغني شيء انت ما انك حابه تغنيه او مو بوقته. او هون يعني الاستاذ غزوان ايضا حكى جمله كثير مهمه، انه لساته بمقام رست، يعني معشعش فيه، انه ممكن اي حدا من الموجودين يطلب منه يطلع من المود كله. يعني هون الفكره انه قد ايه كثير مهم نحن نحافظ على هلا فكرتنا. هلا نحن مهمتنا اصعب. هلا انا كمطرب مثلا، انا بقول نيال المطرب الملتزم بلون واحد، بتقعدي بتحضري حفله ملتزم بلون واحد، خلص ما حدا بيعزمه ولا حدا بيزعجه. تماما. انا مهمتي كثير صعبه، يعني اوقات بيجي بغني طربي بيطلع اللي بيحب مثلا الرقص بيقول لي يا استاذ الله يخليك، لما بدنا طرب بدنا رقص. بقول له طول بالك، هلا الوصله الثانيه بتجي لإلك. تمام. بعمل له الوصله الثانيه لإله، بيكون انبسط وبيكون طلع لي واحد من اللي بيحب الطرب. يا اخي نحن جايين. فمهمتنا صعبه. هون ليش عم بقول لك شخصيه المطرب على المسرح؟ انه يقرا الحضور مزبوط. وبقول انا بس تكسب الناس انت اول ربع ساعه بالحفله ملكت الجو كله. حلو. وبتعرف تقرا الوجوه مزبوط، بتعرف شو بدك تنزل كل بهالوقت، شو لازم غني شلون. نحن بزمن سرعه وعم نجدد اغانينا الجديده اللي عم نعمل مثلا فيهم رتم سريع، عم نحافظ على التراث، بس بدنا نساير اجباري. شو هلا عندك صوت؟ يعني هلا ما معقول تقعدي جمهور ساعتين على اغنيه واحده، ما حدا بيقعد. لا تماما. يعني هلا نحن عم نحكي، كنا هلا انت عم تحكي عن مستوى حفلات. هلا الحفله اكيد رح تكون منوعه، رح يكون فيها اكثر من لون، لانه هو الناس اذواق. يعني ذكرنا وحكينا طبعاً. كل واحد له بيحب يعني تكون الحفله على ذوقه خلينا نقول. لكن هلا بدنا نسمع من حضرتك شو عندك اعمال، شو حضرت هلا، شو جديد، شو كان ايضا لك اعمال، شو هلا عم تحضر؟ والله هلا جديد ما عم حضر شيء انا حاليا. هلا من قبل عندي كم اغنيه لإلي انا خاصين، بس مشكله شركات الانتاج نحن بنعمل ما فينا نسجل. يعني انا اذا بدي اعملها مثلا بيطرحوا علي فكره الفيديو كليب مثلا. الفيديو كليب مكلف جدا اذا انا بدي اعمله على حسابي الشخصي. صحيح. وامكانيات ما في. لكن في كثير مطربين موجودين، يعني خلينا نقول هن كانوا عاديين ايضا، يعني فقط يمتلكون الاداء، عملوا فقط مجرد فيديو كليب سريع انتشر مع توزيع مع لحن مع موسيقى. طيب مع ايقاع ونجموا. طيب اي هلا كيف بدي انا بدي اعمل فيديو كليب يكلفني 3-4 مليون مثلا، هي يمكن ما بكفي تسجيل الاغنيه 4 مليون تسجيلها. هلا اذا سجليها استوديو بس اوديو بدون فيديو بتكلفك هذيك الحسبه. طيب نحن كنوعيه عمل نحن لقلنا هون انه لحالي انا صعب جدا. هدول عم يسجلوا فيديوهات مستحيل لحاله، يا بده يكون بايع بيته، يا بايع شقة ارض لابوه، يا اما تقولي لي انه هيك فجأة سجل اغنية فيديو كليب. لا انا 30 سنة صار بغني، انا بقول لك هاوي بغني. هل ممكن يكون في شركات انتاج مثلا ممكن تتبنى الفنان؟ يعني هيك لازم
يعني لازم، انا بعرف في فنان صوته حلو مظلوم ما عنده في كتير امكانيات انه هو في كتير يعمل لحاله اسم، يعمل لحاله هذا ما عندنا شركات الصدى انتاج نحن هالالبوم. للمطربين، عندنا للدراما ايه في شركات انتاج، بس عندنا لا. هلا بلبنان في شركات انتاج، بتشوفي بلبنان المطرب عنده مشهور اكثر من الممثل. ليش؟ في شركات بتبناه بلبسه باغانيه بكل شيء، بكل شيء هن لحتى الاسعار اللي له بصير اسعاره خياليه بس صحيح. نشهر المطرب. طب انا هون كمطرب سوري انا بلاد ايه، انا يعني ما في امكانيه اسجل فيديو كليب. يعتمد الموضوع على تماما على الاجتهاد اولا أكيد. في اجتهاد، يعتمد الموضوع الثاني على الماده، يعتمد صحيح. الموضوع الثالث على القدر والحظ. قدر والحظ، لكن انتم اكيد اسماء موجوده يعني انعرفتوا على بكفي يعني فقط بانتم ابناء المحافظه، انتم اسم طلعنا او على حتى جميع محافظات سوريا، بالمحافظات السوريه. اشتغلنا برات لكن سوريا. خلينا نقول اذا ذكر اسم جورج انه مر بمحافظه لازقي بالساحل، خلينا نقول باي محافظه موجود. اخرى موجود. معروف فنان معروف صوت جميل حضور متميز، وايضا الاستاذ انت غزوان ايضا اذا ذكر الاستاذ غزوان، يعني هذا الشيء فعلا هو بيبقى رصيد للفنان طبعا. بالاضافه اللي هو الاجتهاد مثل ما عم يحكي الشخصي، كمان في وسائل ساعدت الفنان ممكن على صفحاتكم الشخصيه عبر الفيسبوك ممكن تويتر هلا الفيسبوك اكبر يوتيوب. طبعا هو ساعد. يعني في شيء نقز خلينا نقول مظلومين فنيا واللي من دعموا ماديا من قبل شركات انتاج او حتى هن ما حالفهم الحظ ماديا انه يعملوا لحالهم فيديو كليب او البوم او اي شيء. انا يعني في اصدقاء لي كثير عملوا فيديو كليبات بس تدمروا تدمروا في تدمروا. اكيد تماما. هلا انا بعرف حتى واحد من هي اصدقائي باع بيته وراح عمل فيديو كليب لغنيتين، كانك جبتي كيل مي وكبيتيه بالارض راحوا. طب انت سجلته فيديو كليب، ما بدك شركات لحتى صحيح. تزعلك اياهم، ما بدك محطات تزعلك اياهم، طب كيف يعني؟ بس بصورهم انا فيديو فقط وحطهم بالخزانه. فقط انا غنيت او صورت هون، هي المشكله اللي عم يعانوا مع الاسف الفنانين. ولكن انتم فعلا من المتميزين، واليوم هيك اضفتوا لحلقتنا هذا التميز وهذا الصوت الجميل استاذ جورج نمر. انا كثير تشرفت بحضورك وسعيده انك كنت موجود معي بسهرتنا لليوم، ومن الصوت ومن الاسماء المتميزه ببلدنا، وان شاء الله يا رب اكيد بتمنى لك التوفيق وتكون لك. على اسم عالمي. تسلم يا استاذ غزوان العبدو، بتشكرك ايضا شكرا. كمان متميز بحضورك معنا وحضورك الراقي وهيدي الثقافه الموسيقيه الموجوده عند حضرتك اللي هي مع الاسف ايضا كثير من العازفين هي الاقلين يعني بيكونوا عندهم هي الثقافه والموهبه والاداء الجميل. اذا كنا تميزنا بشيء هو استمداد أو استنباط من حضوركم الراقي ومن قناة وقارية الراقية وبرنامج أكيد. غزل الهوى اسم هنا. كثير حلو وأكيد متميز بالاسم لأنه يشرح المعنى. أكيد نورتونا ويا ريت نحن لو كان معنا لسه وقت إضافي، أكيد مستمتعين بوجودكم. بتشكركم وبتشكر حضوركم الفنان الكبير جورج نمر والأستاذ غزوان عبدو. شكرا كثير لكم وللكادر الفني كله. أهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. وهيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم من غزل الهوى، بنلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة مع ضيوف جدد. يسعد مساكم.